عن العالم. عالية الكرة، هذه الكرة خطورة، والحارس أحمد باسل، فرصة كبيرة لفريق النصر، والحارس أحمد باسل الحارس المناسب في المكان المناسب. 9 مواسم في انتر ميلانو، رونالدو وكأنه عمره 20، رونالدو بكل الحنين، رونالدو متأكد. خاليسكا يراوغ، والتفاف دفاعي عراقي، رونالدو بروزوفيتش، نجوم عالمية في هذه الأوقات الكروية. بروزوفيتش بعد 9 مواسم لعب في نطاق الإعارة للزمالك المصري، ولعب كذلك للثورة. كريستيانو يحاول المرور، رونالدو والتسويب من ساديو ماني. أي أسماء عالمية بألوان عالمي، أي ترويض ممتاز من أحمد فرحان، كرة تهرب على ساديو ماني. بمساندة رونالدو، كريستيانو يوسع، إدريساس نيانغ، القوة البدنية الخيبري، روزوفيتش طويلة بالرأس، كرار عادي السنغالي في هجمة كثيرة لفريق النصر. ماني والركنة مرة أخرى، محاولة التسويب قوي، تسويب من أمير صباح بجانب الحارس نواف العقيدي. التاس رونالدو طويل الكرة بعيدة، والحارس أحمد باسل، التسويب، والحارس أحمد باسل، يسارية برازيلية قوية ونارية، والاستماتة لأحمد باسل يبدأ صيد الموقف، حاكم الزمان في هذه المباراة. رونالدو يوزع، أحمد فرحان يدخل منطقة الجزاء، كرة رائعة بروزوفيتش، يعدي رونالدو جول، رونالدو هو رونالدو إمبراطور الكرة، رونالدو الأسطورة، خير كل الخير، دلال كل الدلال، أكبر قناص يلعب المدافعين وكل الحراس، كريستيانو رونالدو ملك الأرقام، إمبراطور الأقدام. يا سلام يا سلام، بروزوفيتش ادخل منطقة الجزاء، والحكم الإماراتي يقول لا وألف لا. أليكساس عبد الله مادو، إصابة سيكو فوفانا، وهذه كرة من سنين ما شفناهاش، التسويب على العارضة، أي كرة براسيل مبكر، رونالدو كرة المطالبة بماذا؟ ساديو ماني يسقط في منطقة الجزاء، واحتقان جماهيري على الحكم الإماراتي عادل النقبي. أليكساس مرة أخرى يوزع، والدفاع يا سنتا، تاريسكا ورونالدو، غريبة عجيبة غريبة، رونالدو ينهي الشوط الأول بإذاعته لهدف محمد. تاريسكا لسيكو فوفانا، والتصدي من مناف يونس. أليكساس كرة بعيدة على أندرسون تاريسكا، كرة التسويب، ونواف العقيدي عاد الكرة، فوفانا يوزع،
واحمد باسل. كرة عكسية. غنام. غنام. بعيدة لرونالدو. رايح اللقطة. مازال غنام. رونالدو. والحارس الباسل. رونالدو في التصويب. أحمد باسل في الدفاع. أندرسون تاليسكا. فوفانا. فوفانا يضيعها. مرة أخرى فرصة تضيع. تصويب ممكن. وتدخل من الدفاع. فوفانا. فوفانا. ومرة أخرى يضيع الكرة. الكرة بالرأس. ماني مرة أخرى يعطي بامتياز. حكم ما يعطيش مخالفة. إمكانية العرضية وخارج الميدان من أحمد فرحان. بروزوفيتش والكرة بالرأس من فيصل جاسم بكل برود الدم لحارسو أحمد بن جازة. مخالفة. لوكاس البرازيلي يدرو. ماني 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 يفعل الصاب ويلغي السار. سات مرة أخرى والدخول في منطقة الجزاء. الحكم يطالب باللعب. احتفال جماهيري كبير. يتقدم رونالدو. جول 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 جول. كريستيانو رونالدو امبراطور الكرة. هو رونالدو الأسطورة كامل الأوصاف. فتن كل الناس بالقدمين. يضرب بالرأس. أكبر قناص. يرعب كل المتابعين وكل الحراس. هذا هو رونالدو 38 عام. رونالدو مكان في الدور النهائي. يبتر العرب. رونالدو الراية على كريستيانو. ماني عقرب وركنية من كرار عامر. مباراة كبيرة اليوم يقدمها النجم السنغالي.